هنشوف ضربة البداية مع مقالي ومقاله الوعي المفقود. الحقيقة سعدت جدا خلال أجازة قصيرة في بلدنا الأصية أسيوط بتلبية دعوة كريمة ومهمة كانت من المفكر المصري الواعي جدا والمثقف بمسؤولية الحقيقة الأستاذ جمال أسعد. راجل يا باشمهندس بيعمل صالون جمال أسعد، فكرة ثقافية، فكرة تنويرية، فكرة فيها قدر من الوعي والمسؤولية ولمة الناس وتفجير الوعي وتفجير طاقات الشباب وتنمية الأفكار الإيجابية جدا بشكل الحياة، خلانا أشعر أنه لا، في وعي مفقود في الساحة الرياضية. لأنه لك أن تتخيل هذا اللقاء في صالون جمال أسعد ضم عدد كبير من الناس، هقول لك بعض أسمائهم، لكن وجدت من الوعي. أولا اللقاء حوالي 3-4 ساعات في 3-4 محاور في الرياضة، في الرياضة الأهلي وشعبيته في الصعيد، إيه السبب وإيه الملامح، الأهلي والزمالك والمنافسة الشعبية التاريخية إزاي تتحط في الإطار المظبوط، الإعلام الرياضي وإشكالياته ومشاكله، ثم نقطة محلية عن الرياضة في الصعيد وإزاي النهوض بيها من خلال تجربة نادي الأصية على وجه التحديد. أربع محاور كويسين. لقيت من الوعي الكبير اللي عند الناس، أولا وإحنا موجودين تفجرت قصة رجب بحة، فلقيت الناس استقبلت الكلام وأنا بتكلم في أسيوط أشهر واحد في مصر النهارده. بقت الناس مستقبلاها بوعي شديد وخف الدم وقراية كويس قوي للمشهد، إنك أنت شايف حتى حد من الأهلوية دمه خفيف قال لك الكلام ده مش هينسينا ولا هيبعدنا عن فرحتنا. إنما فكرة إن الناس يكون عندها، حتى الأستاذ جمال أسعد لما اتكلم قال لك ده اعتداء على العقل في القرن ال21. طب انا خسرت السنين اللي فاتت دي البطولة اللي خسرتها اخر سنتين ازاي؟ ما كانش اتولد بحة. فالحقيقة فكرة صالون انا بحيي الاستاذ جمال اسعد عليها، وهقول لكم ابرز الحضور لانه كان فيها نخبة برضه. حضر عضو مجلس النواب الاستاذ ابراهيم نظير، وده لاعب سابق في اسكو له جولات كتيرة في الكورة، عضو مجلس النواب السابق الحاج حسني رميح، والشخصيات العامة والسياسيين البارزين بدر الشريف، ونقيب المحامين في الأصية الأستاذ مصطفى رمضان، والدكتور سعد عبد النعيم حجازي، والأستاذ فايز لبيب، والأستاذ حمادة عبد المنعم أبو سيف، والكابتن ماهر بشرى، والكابتن محمد سليم رئيس قطاع الناشئين في الأصية، والكابتن عزت بوشكش رئيس جمعية المعاقين، وأعضاء الصالون، ولفيف من المثقفين. اللي أنا بقول لك إنه صالون جمال أسعد اعتاد إنه يعمله كل فترة، يدعو إليه بعض الشخصيات المثقفة والوطنية. يعني أنا قريت كتير لجمال الغيطان الله يرحمه، كان واحد من ضيوف هذا الصالون، أسامة عكاشة أيضا كان واحد من مش ملاحظ إن الصعيد أستاذ نبيل عمر الصعيد له فضل في هذا تقليد صالونات ثقافية من أيام صالون العقاد. وده اللي أنا خليني عايز أسألك، لأنه فكرة يا جماعة الصالونات المثقفة ديت طاقات او فرص لتفجير الوعي العام، ليه ما يبقاش في فكره صالون رياضي لواحد زي المهندس عادل القيعي؟ بجد يعني دي جزء من المسؤوليات. انا في من سنين كنت اتمنى ان القناه، وطلبت هذا من الادارات المتعاقبه، تحتضن مثل هذه الفكره. ليه فكره يعني انك تتجمع كده وتقعدوا معاك مجموعه مثقفين وتتلقى بقى اثاره موضوع ما وتشوف وجهات النظر، تتلقى تساؤلات الرأي العام ووجهة نظرها وتناقشها بشكل موضوعي وعلمي بدل ما تسيب الناس تتراشق. يعني أنا عجبني فكرة إن الأهلي والزمالك وطريقة إسهامهم الإيجابية كما ينبغي أن يكون في الساحة الرياضية، لازم حد يدلو بدلو في هذا الأمر، ما يظلش الأمر عبارة عن إن أنا عمال أفسر بس الإخفاقات والانتصارات بالطريقة إزاي الناس ممكن تلتقي على نقاط إيجابية محددة، نقاط إيجابية يخرج بيها كلام وتوصيات من مجموعة مختلفة الثقافات والرؤى. عموما ده كلام كويس جدا، بنشكر
المصري الوطني والمفكر المسؤول الحقيقة جمال أسعد على فكرته وصالونه، ولعلها الدعوة لمزيد من الأفكار في الصالون الرياضي.